السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة الدرس التاني في المفهوم التاني عندنا في المنهج رابع ابتدائي الترم الاول، وهو بعنوان الاعضاء الحسية الفائقة. الاعضاء الحسية الايه؟ الفائقة. يقول لك ايه؟ هل قمت بالبحث عن شيء ما في الظلام؟ اكيد كلنا، اي حد فينا لما النور قطع كده بالليل ولا حاجة أكيد دور على أي حاجة، يعني مثلا قلم ضيع منك، مش عارف كتاب ضيع منك، أكيد بحثنا كلنا. يبقى نعم. هل استطعت رؤيته بسهولة؟ لو الجو مظلم بالليل والنور قطع، أنت تقدر تشوف الكتاب بتاعك بسهولة؟ لا طبعا يا مستر. يبقى لا. في حالة التعثر في إيجاد هذا الشيء في الظلام، هل من الممكن استخدام حاسة أخرى للبحث عنه؟ ممكن انت خلاص بعينيك ما قدرتش تبحث، ممكن تستخدم حاسة اخرى؟ اه ممكن. ممكن استخدم طبعا، ببحث بايديا، حاسة اللمس هنا، تمام. طيب وممكن كمان حاسة السمع، تمام. طب عندي بقى ايه؟ تعالى يلا كده ندخل في الادراك الحسي للحيوانات. تستطيع بعض الحيوانات استخدام حواسها دون الاعتماد على الرؤية في البحث عن الطعام. ومن امثلة هذه الحيوانات، يبقى في بعض الحيوانات بالنسبة لها الرؤية دي مش مهمة، ان هي تقدر تبحث بقى عن اكلها، امال ايه؟ بتستخدم حواس اخرى. يبقى اذا بعض الحيوانات بتستخدم ايه؟ حواسها دون الاعتماد على الرؤية فين؟ في البحث عن الطعام. زي مين؟ قالك زي الثعابين، بص كده التعبان. الخفاش نفس الفكر. البوم، البومة. طيب عندك البومة دي بالمناسبة بتقدر ان هي تلف في راسها ديت 360 درجة، يعني هي واقفة كده من غير ما تتحرك، جسمها ثابت ودماغها فوق تلف كده، عاملة زي المروحة كده. ان الحيوانات المذكورة سابقا يطلق عليها الايه؟ الحيوانات الليلية. حيوانات ليلية ليه؟ لانها بتنشط بالليل. التعبان، الخفاش، البومة. يطلق على الحيوانات التي تنشط ليلا بالحيوانات الليلية. يبقى الحيوانات اللي بتصحى بالليل او بتنشط بالليل ديت، قال لك دي اسمها حيوانات ليلية. اسمها حيوانات ايه؟ ليلية. يرجع السبب وراء نشاط هذه الحيوانات ليلا الاسباب الاتية. طب ايه اللي بيخلي بقى الحيوانات دي تنشط بالليل؟ اشمعنى بالليل يا مستر؟ ركز بقى معايا كده. قال لك رقم واحد من اسباب نشاط الحيوانات ليلا للبحث عن الطعام، اول حاجه تجنب الحراره الشديده نهارا في المناطق الحاره، لان بعض الحيوانات دي عايش في مناطق حاره، فالنهار بيبقى حر نار، فاذا هو بيستخبى في فتره الحر دي، يبقى طول النهار هيدنه مستخبي. ويطلع امتى؟ يطلع بالليل بقى لما الجو يطر كده. يبقى اذا اول سبب بيخلي الحيوانات دي تنشط ليلا تجنب الحراره الشديده نهارا في المناطق الايه؟ الحر. رقم اتنين، بعض الحيوانات يتوافر طعامها ليلا فقط. بعض الحيوانات الاكل بتاعها مش متوفر الا بالليل، فعشان كده هي ما بتطلعش بالنهار، لان اكلها مش موجود الا بالليل، فعشان كده بتطلع بالليل. يبقى اذا بعض الحيوانات يتوفر طعامها ليلا ايه؟ فقط. تالت سبب بيخلي الحيوانات ديت برضو تنشط ليلا، وهي تعتمد بعض الحيوانات على الظلام الدامس لتتمكن من مهاجمة فريستها. يبقى بتعتمد بعض الحيوانات على الظلام الايه؟ الدامس، عشان تقدر تتمكن من مهاجمة الفريسة، لان طول ما الفريسة شايفاها مش هتقدر تفترسها. امال هي ايه؟ قالك الفريسة هتهرب منها، في الحالة دي هي محتاجة ظلام عشان تدنها مستخبية من الفريسة بتاعتها لغاية ما تلاقي الوقت المناسب تهجم على فريستها وتاكلها، تمام. يبقى اذا اسباب نشاط الحيوانات ليلا ايه هو؟ تجنب الحرارة الشديدة نهارا في المناطق الحارة، بعض الحيوانات يتوافر طعامها ليلا فقط، تعتمد بعض الحيوانات على الظلام الدامس لتتمكن من مهاجمة فريسها، تمام كده؟ طيب نكمل مع بعض. عندي بعد كده رقم اتنين، التكيفات الحسية الفائقة عند الثعابين. يبقى التكيفات الحسية الفائقة فين؟ عند الثعابين. ناخد الثعبان. تستطيع بعض الحيوانات الاعتماد على بعض الحواس للحصول على طعام، مثل ايه؟ الثعابين. الثعابين لها القدرة على الإحساس بالحرارة باستخدام جزء محدد في وجهها. يبقى التعبان يقدر يحس بالحرارة باستخدام جزء محدد فين؟ من وشه، من وجهه، من هنا. يمكن للثعابين تحديد أماكن الفرائس ليلا عن طريق الحرارة الصادرة عن أجسام هذه الفرائس. الحيوانات بتصدر حرارة، في حرارة بتبقى خارجة من الجسم نتيجة مثلا هضم الغذاء وغيره، بيخرج جزء من الحرارة خارج جسمنا. طب الحرارة اللي خارجة من الأجسام ديت، الثعابين دي في جهاز كده أو في جزء في وشها أو في وجهها يقدر إن هو يستقبل هذه الحرارة، سبحان الله. فمن خلال الحرارة دي لما بيستقبلها يعرف إن هنا في كائن يروح ياكله، تمام. طيب يبقى إذن يمكن للثعابين تحديد أماكن الفرائس ليلا عن طريق إيه؟ الحرارة الصادرة عن أجسام هذه الفرائس. طب تعالى كده
يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك تعتمد الثعابين على الحرارة العالية في اصطياد فريستها. ما سبب أهمية هذه الحاسة بالنسبة إلى الثعابين؟ هنقول له لأن الثعابين لا ترى في الليل، التعبان ما بيشوفش بالليل، ولهذا السبب تعتمد على إحساسها بالحرارة لاصطياد الفريسة. يبقى هي بتعتمد اعتماد كلي على ايه؟ قال لك على الحرارة اللي صادرة من بعض الفرائس، وبالتالي هي بتستقبل الحرارة ديت، فتعرف ان هنا في فريسة فتروح تهجم عليها وتاكل. طب عندي بعد كده يجي يقول لك التكيفات الحسية الفائقة عند الخفافيش. طب عند الخفاش بقى، الخفافيش تستطيع تحديد الموقع بالصدى زي ما احنا خدنا قبل كده، يساعدها ارتداد الاصوات من الاجسام على اصطياد الحشرات في الظلام. بها بتصطاد الايه؟ الحشرات في الظلام عن طريق تحديد الموقع بالصدى. تستطيع الخفافيش العثور على الحشرات في الليل اعتمادا على صدى الصوت. يبقى الخفاش بيعثر على الحشرات فين؟ في الليل اعتمادا على ايه؟ على صدى الصوت الذي يرتد عند اصطدام الاصوات التي تصدرها الخفافيش بالاجسام. يبقى صدى الصوت ده بيرتد لما بتصطدم هذه الاصوات التي تصدرها الخفافيش بايه؟ بالاجسام. تمام. طيب تعالى كده يجي يقول لك كيف تصطاد الخفافيش البعوض ليلا. الخفافيش حيوانات ليلية وتصطاد غذائها في الليل، ونظرا لأنها لا ترى بشكل جيد في الظلام فإنها تعتمد على تحديد الموقع بالصدى. دي الخاصية اللي احنا واخدينها من الأول خالص. ويساعدها ارتداد الأصوات من الأجسام على اصطياد الحشرات في الظلام. يبقى ارتداد الأصوات لما هي بتطلع أصوات، الأصوات ديت دنتها ماشية كده فخبطت في جسم واقف، والأصوات دي دنها ماشية ماشية تخبط في جسم، تروح جاي راجع لها مرة تانية، فيعرف إن هنا في حاجة، يروح جاي جري 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 وواكل الجسم ده. يبقى إذا الخفافيش حيوانات ليلية بتصطاد غذائها في الليل، ونظرا لأنها لا ترى بشكل جيد بتعتمد على إيه؟ تحديد الموقع بالصدى، ولما بترتد هذه الأصوات ده بيساعدها على اصطياد الحشرات. طيب نكمل مع بعض. عندي بعد كده رابع حاجة عندنا وهي البومة. التكيفات الحسية الفائقة عند البوم. بص كده على شكل البومة. يمتلك البوم حستي سمع وبصر استثنائيتين. تخيل، يعني عندها عينيها دي قوية جدا، البصر عندها قوي جدا، والسمع بتاعها قوي جدا. عندك يساعدها وجهها الذي يشبه الوعاء والريش. الوش بتاعها عامل زي الوعاء، تمام، عامل زي الطبق كده او الحل، يبقى في شبه من الوعاء. والريش الموجود في راسها بيساعدها على ايه؟ توجيه الاصوات البعيده الى اذنيه مباشره. بص كده، الريش اللي فوق اليمه دي واليمه التانيه دي، الريش اللي طالع كده بالجنب ده، الريش ده له وظيفه ان هو بيساعد ان هو بيوجه الصوت اللي جاي يخليه يدخل على ودانها مباشره، فبالتالي تسمع الصوت بشكل دقيق. يبقى بيساعدها وجهه، يساعده وجهه الذي يشبه الوعاء، والريش الموجود في رأسه بيساعده على ايه؟ توجيه الأصوات البعيدة إلى أذنيه مباشرة. يبقى بيخلي الأصوات اللي جاية من بعيد دي تتوجه إلى أذنيه ايه؟ مباشرة. تمام؟ اللي هو الريش ده والريش اللي الناحية التانية ده. تاني حاجة، بتسمح آذان البوم الكبيرة بتحديد الحركات الضئيلة والبعيدة، حيث تختبئ الحيوانات التي تحدث الضوضاء بين العشب او تحت الجليد. الحيوانات اللي بتطلع ضوضاء دي بتبقى مستخبيه فين؟ يا اما بين الاعشاب، اعشاب دي اللي هي الحشائش الصغيره ديت اللي هي النباتات بس بتبقى قصيره عامله زي البرسيم مثلا والجرجير والحاجات دي كلها اسمها حشائش صغيره او اعشاب، او تحت الجليد، او تحت الايه؟ الجليد. يا اما بتبقى مستخبيه تحت الجليد اللي هو التل. فالاصوات دي بقى ايه؟ قال لك الاصوات ديت بتقدر البوم الاذن بتاعته الكبيره تقدر ان هي تحدد الحركات الضئيله والبعيده قوي دي، يعني لو صوت جاي من بعيد من مسافه كبيره البومه تقدر تحددها يا جاي منين. طب عندك رقم ثلاثة، القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات. دي اللي أنا لسه كنت بقولك عليها من شوية، إنها تقدر تلف رأسها 360 درجة. تخيل، سبحان الله. يبقى القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات تساعد البومة على البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات. يعني جسمها ثابت اهو، وتلاقي دماغها ايه؟ لفت كده، عمالة تلف وهي واقفة. طيب يبقى اذا البوم ايه؟ قال لك بيساعده وجهه الذي يشبه الوعاء والريش. يبقى وشه عامل زي الوعاء والريش، بيساعده على ايه؟ قال لك على تحديد او توجيه الاصوات البعيدة الى اذنيه مباشرة. الاذن الكبيرة بتساعده ايه؟ تحديد الحركات الضئيلة والبعيدة. القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات بتساعده على البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات. طيب تعالى كده يجي يقول لي استنتج، كيف يساعد رأس البوم الذي يشبه الوعاء في سماع ما لا يستطيع رؤيته؟ ازاي تقدر رأسه
ان هي تساعده ان هو يسمع الحاجه اللي ما بيقدرش يشوفها. قال لك يساعده وجهه الذي يشبه ايه؟ الوعاء. والريش الموجود في رأسه بيساعده على ايه؟ هنقول له توجيه الاصوات البعيده الى اذنيه مباشره. يبقى بيوجه الاصوات البعيده الى اذنيه ايه؟ مباشره. فتلتقط الاصوات البعيده وتضخمها، فبتقدر ان هي تلقط الاصوات دي وايه؟ وبتضخمها، يعني بتكبرها. طيب تعالى كده يلا حل الاسئله دي مع بعض. يجي يقول لك اختر الاجابه الصحيحه. يمكن التعرف على وجود تعفن في الفاكهه باستخدام حاسه نقط. ان انا اعرف ان في تعفن في الفاكهه ده باستخدام حاسه ايه؟ هنقول له السمع ولا البصر ولا الشم ولا الشم والبصر. طبعا هو هيبقى الشم والبصر، الشم وايه؟ والبصر. رقم 2، عند التعامل مع التين الشوكي نشعر بالالم نتيجه نقط الاشواك التي به. طبعا نتيجه نظر ولا لمس ولا سمع ولا شم؟ طبعا لمس الاشواك، لما بلمس الاشواك بحس بيها. عندك رقم 3، تستطيع بعض الحيوانات البحث عن الطعام في الظلام عن طريق نقط. الحيوانات بتبحث في الظلام عن الاكل عن طريق الضوضاء ولا الاحساس بالحراره ولا صدى الصوت ولا جميع ما سبق؟ طبعا هو جميع ما سبق، تمام، لان البومه عن طريق الضوضاء، الاحساس بالحراره، الثعابين، وصدى الصوت، عندك الخفافيش. يبقى اذا الاجابه هتبقى جميع ما سبق. عندي بعد كده رقم 4، تبحث بعض الحيوانات عن الطعام ليلا بسبب توفر طعامها ليلا ولا التمكن من مهاجمه فريستها ولا تجنب حراره النهار ولا جميع ما سبق؟ برضه هي جميع ما سبق للاسباب دي كلها. يبقى اذا الاجابه هتبقى جميع ايه؟ ما سبق. طيب نكمل مع بعض.